عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في رابع فيديو من التوتوريال بتاعنا لارافيل 5.5. بل شفنا كيفاش نعمل الكرياسيون بتاع نوفو بروجي، فهمنا لي ستركتور تاع البروجي هذاك، خدمنا على الاوثنتيفيكاسيون، خدمنا على الفايل ابلود كيفاش نعمل السيكوريزاسيون بتاعو، اليوم باش نخدم على الكرود. دونك ليكزامبل هذا بتاع المره اللي فاتت باش نعمل ليكزامبل جديد كيفاش مش يكون. مش اول حاجه باش نخدم على اليوزر كونيكتي، هو مش هو اللي يعمل اجور بتاع بوست، مثل اكزامبل اجور بتاع بوست. دونك اول حاجه لازم نعمل كونترولر بتاعي، دونك نعمل بي اش بي ارتنت ميك كونترولر سيت بوست كونترولر. دونك باش نعمل كرياسيون بتاعو، نجي لهنا في الكونترولر، تلقى الكونترولر صنع، نجي نبدا نخدم في لي فونكسيون بتاعي. دونك اول حاجه، ولا قبل هذا كل ساعه لازم نحضر لي باج بتاعي ولا لي فورمولير بتاع بريتو بتاعي. دونك اول حاجه نمشي للهوم، نجي لهنا فوق هذيك، نجي نعمل ان فورمولير مثال هذا فورمولير الميثود بوست، والاكشن بتاعي بليتو اكشن، الاكشن بتاعي هي اد بوست. دونك في الكا هذي نجي هنا نعمل انبوت، نسمي التيب بتاعها تكست، النيم هنا كونتينيو، نجي نزيد هكا لابيل سماها فور اكزامبل بادي. اوكي دونك نجي هنا نزيدو ان بوتون، انبوت تيب تاع سبميت، النيم ما عندناش، عندنا ال فاليو تاعو مثل بيبلي. من بعد هذا الكل نجي بلوتو قبل هذا الكل ساعة لازم نعمل بروتكسيون بالسي اس ار اف، سي اس ار اف فيلد كيكا. من بعد نمشي هذه الميثود اللي خدمتها، نمشي نزيدها في الروت، نجي تحت اير ريسورس بيتو ديزولي الروت تحت الويب، نجي لهنا راهو عندك اي ميثود تخدم بالبوست، بالبوست باش تاخذ كوم بارامتر اد بوست، ولا مش تكون اليرير بتاعها هذيك اد بوست. نجي لهنا راه موجود تحت الكنترولور اللي اسمه بوست بوست كنترولر، وعندي ان ميثود اد بوست اللي هي مش خدمها تو. باهي نجي نكوبي هذي، نمشي للبوست، راك عندك فانكشن اسمها public function add post، تاخذ كم بارامتر request اللي هي سميها مثال request. نبدأ نخدم على روحي في الكود. دونك اول حاجة لازمتني عندي بلتو ام موديل للبوست هذيك، نجي نعمل كرياسيون بتاع الموديل بتاعي، ميك موديل نو موديل سميه بوست. دونك ميك موديل بوست سيرف، عمل كرياسيون بتاع البوست بتاعو، عمل كرياسيون بتاع البوست. نجي لهنا كيما عملنا في الدوكيمون، ناخد البروتكتد في الليبل اللي هي فيها لي كولون اللي نجم نعمل عليهم موديفيكاسيون ولا نعمل مانيبيلاسيون بالجيت ولا بالبوست. دونك البادي نفسخ هذا الكل به، دونك فيه البادي البوست. هنا عندنا وين البوست كنترولر، بوست كنترولر نجي هنا نقول راك باش تعمل يوز للبوست هذيك، ونجي من بعد نمشي نعمل انسونسياسيون دو بوست هولو ايجالا بيتو ايجالا نيو بوست. باهي
بعد بوست بوست مي كونتيني سمينها بادية ولا كونتيني ومن بعد نبدلوها هيك كونتيني خليه كيما موجود في ال دونك سوفغارد كونتيني ايجار شنو باش نبدو من ريكويست هذيك دونك ريكويست بعد input continue هو اسم الانبوت اللي عملناه في النيم انا دونك لهنا صاي عملنا ريكيبيراسيون واش بدنا غادي كتابة مش نمشي post continue بصا post نجي نعمل نقول راك post باش تعملها سيف انا جيست باش نعمل سوفغارد بعد في الكاب تاع لاجو افيك سكسير ديريكت باك بي توا في الكا هذي عملنا كيما كيكا عملنا لاجو تاع انوفو بوست لكن مازلنا ما ركحناش الباز دوني تاعنا نجي لهنا اول حاجه نعمل ريفريش نشوف الفورميلار عندنا دونك كيما تشوفوا هكا تاو مش نمشي ندخل للتيتو بتاعي للباز بتاعي نمشي نزيد زون الطاب الجديد نسميها بوستس دونك حاجة في الرافيل دونك لازم كي بتخدم على باز دوني وانتي في الموديل في الكا هذي عندي موديل سميتو ما عملش فاريابل اسمها تيبل دونك فورسي مون لازم تكون اسم التابل بتاعك بوست رفان اس سينو خارج كرر دونك نستحقو 4 وي الاي دي والكونتيني والكريت ات يوم تايم سامس كريت ات ابديت ات دونك الاي دي شنو اخر عندي الكونتيني عند الكريتد ات والابديتد ات دونك هذي هذا تايم ستامب هذه زيادة تايم ستامب بعد نجي للكونتيني هذه يكون فارشار 255 هذه يكون اوتو انكريمنت برايمري وحاجة اخرى مش نزيدو ولا خلنا نعمل سوفغارد ساعة دونك حاجة اخرى مش نزيدوها بعد الاي دي دونك زيد مش نعمل جوانتيور زيد دونك هذيك مش يكون في درس واحد ان شاء الله به توا عملنا كونتيني اي دي امورها امريل توا نجي نعمل تيست ونشوف كان عندنا ايرور تنصلحو مش مشكلة به تيست بادي بوست نوت فاوند اوكي دونك علاش خاطر هي ديجا عرفت الايرور قبل ما نشوفها اب سلاش دونك اب سلاش بوست دونك ادت سكسسفولي دونك سي بون يا جوزي افيك طون كل شيء توا باش نزيد حاجه اخرى الايديت توا كيفاش باش نعمل ايديت ولا بليتو قبل هذاك الكل نعمل ساعه ريد نعمل لافي شارج بتاعها دونك هني بابليك فانكشن و دونك زيت هيدي ريد مش نخدمه هنا مش جست مش نخدمه في الانبلاسمون هذا تنقل لكم ترى ليش دونك بوست علاش خاطر انا مش نعمل في شاج في الباج داكوي وعندي ديجا عندي ميثود اندكس اللي هي فيها لا في شاج تاع الباج داكوي دونك نجي لهنا نعمل ديزون اول بوست ايجار شنو ايجار بوست دو بوان دو بوان اول نجينا هنا بعد نعمل كومباكت اول بوست بعد ما عدينا الفيو نجي نكوبيها نمشي للفيو بتاعي
وين بالضبط؟ وين 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 في الهوم. نجي تحت الفورميلير نعمل فوريتش فوريتش نو زيد عام في جينيراسيون فوريتش اور بوست از از تل بوست نسكر الاند فوريتش نجي هنا نجيب هنا نعمل لافيشاج بتاعي نجي نقول لك البوست هذيك افيشي لي الكونتينيو باهي في الكا هذي نحب نفهمو هذي شنو في لارافيل شنو هذي جست بروتيكسيون لكس اس اس الفاي اكس اس اس شنو هي مثال واحد يحب يعمل انجكسيون في الكونتينيو مثال في الفورميلير هذا في الفورميلير هذا عمل انكود جافا سكريبت دونك مثال اليرت كذا كذا دونك هو في لافيشاج يعمل فلتر باش يمشي اي فلتري دونك عملنا هكا نجي ريفريشي قالك ميثود كومباكت داز نوت اكزيست اوكي نشوفها دونك ميثود كومباكت داز نوت اكزيست وين هاي وين 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 فيو وي 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 كومباكت نيكال كومباكت كومباكت دونك نجي نعمل ريفريش كيما نشوفو تيست بادي امورها مليح دونك نزيدو حاجة اخرى احنا على كل كونتيني افيشي وين في الهوم على كل كونتيني افيشي باش نزيدو ان بوتون بتاع ايديت مثال نزيدو بوتون ا ولا دونك اذا لا ندرس الله انبوت تيب تاعها ولا علاش قبل هذا الكل نجي لهنا نعمل ان فورميلير ا هذا فورميلير الاول اللي هو مش نعمل فيه الموديفيكاسيون دونك به الفورميلير هذيك شنو باش يكون فيه جوست انبوت كهو انبوت تيب تاعها سابميت نيم تاعها ما حاشناش بيه جوست حاشتنا بالفاليو الفاليو هي ديليت ايت دونك انا عملنا لاجو عملنا الريد بتاعنا بالبوك الفريتش هذي دونك توا مش نعمل سيبريسيون دونك على كل اليمون ريتورني في كل في البوك هذي عندنا الديليت بتاعنا دونك قبل هذا كل الساعة باش ما ننساش ديما نعمل بروتيكسيون سي اس ار اف سي اس ار اف فيلد دونك نجي لهنا قبل نعمل ميثود كلاد بوست اكشن اكشن دونك في الكا هادي ميثود ديليت سماها ديليت بوست فيرغول شنو مش تاخذ كوم بارامتر مش تاخذ وين وين دونك مش تاخذ كم بارامتر البوست هذيك اي دي كاين مش غلط نو 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 اي ار ال اي ار ال دونك اي ار ال طف 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 اوكي دونك نجي توا في الروت بتاعي الروت فالوراك عندك ان نوت الروت دونك نيتو كرادا بوست به نجي هذا كل نكوبي ولا من غير ما نكوبي زيت دونك ديليت بوست سلاش اي دي دونك نجي لهنا في البوست كنترولر بوست كنترولر نجي نعمل وحده اسمها ديليت بوست دونك بانغيل ونمشي توا للميثود بتاعي
نعم اديت بوست هذيك في البوست. دونك نجي لهنا في البوست كنترولر، نعمل public function سماها delete post، تاخذ كم بارامتر ال id هذيك وال دونك باش تاخذ ال id هذيك سي تو، بعد تمشي تاخذ post equal شنو قال البوست هذيك، نمشي نعمل ريسيرش بالاي دي هذيك، راه مش نعمل ريسيرش بالاي دي به، ومن بعد اللي مش نلقاها هذيك بوست ديليت، نجي لهنا ريتيرن ريديريكت باك بش في الكاي هذي انفاستخور بوست. دونك قبل ما نجرب هذي الساعة نعمل اجو بتاع ان دوزيام تيست، دونك تيست دو، دونك كما تشوفوا كل واحد عنده البوتون ديليت بتاعه، ديليت هذا ديليت هذا. نجي مثال انفاستخ هذا، دونك قالك سوري اركينج، دونك واضح عندي مشكلة هنا. ويني ويني ريسورس فيوز هوم، دونك فين هو؟ اوكي دونك لازم هكا حالنا اللي كان يخسر. دونك نجي لهنا نعمل الديليت بتاعي، عندي ايرور واي. دونك البوست بتاعي بهي تو مش نعملو، دونك نعاود نعمل ريفريش. شنو هي ايرور؟ something wrong. طالما عملنا موديفيكاسيون عملناش ريفريش، دونك نجي نعمل الديليت بتاعي سي بون. دونك كونتيني دو بيبدي اون مارش، دونك سي با توا. نجي ان فورمولير ديديت، نجي كالعادة نعمل ان فورمولير لهنا، نفس محسوب نفس الحاجة، جوست باش نبدل الميثود تولي ايديت، ايديت بوست بوست اي دي. دونك لهنا ايديت ايديت، دونك في الصب هذيك السبميت بتاعي، لكن لازم تكون عندي انبوت باش نوريه كونتيني ولا وين الموديفيكاسيون تصير بالضبط. دونك نعمل تيب كونتيني نسميه لا عندي نو كونتيني، والتيب بتاعه تكست. دونك نجم نزيد لهنا في الكاهي هذي، نجم نزيد الفاليو الفاليو، نجم نزيدها البوست هذيك، دونك البوست فلاش كونتيني، ونجي نعمل الريفريش بتاعي. دونك كيما تشوفوا هكا، لكن توا ما يمشيش هذيك الفورمولير الا ما نركحوا له امور. دونك نجي لهنا للويب، دونك نجي راك باش تمشي تعمل الروت، نجي بالبوست، نجي ايديت به حاجتي بالاي دي كالعادة، ونجي هذا كول به جست نبدل هذي بايديت ايديت، واضح. طبعا نمشي للكنترولر تاعي، نجي بريتو لهنا، نجي نخدم الببليك كالعادة function edit post. دونك نعطيها كم بارامتر ال id هذيك، ونجي لهنا هلو راك مش تخدم نفس الحكاية، جوست راك مش تبدل حاجة بسيطة. دونك يلوج علي بار id، يجي قبل ساعة نعمل البوست هذيك فال continue رسواش نوع
جيل هنا بالطبيعة ناخد request request جيل هنا قد راك باش تاخد request باش تاخد من ال request هذيك من ال input بتاع continue donc continue combat update update تنجم حتى تخدم بالسيف مش مشكلة وطمع دي مقدرة ميتود سلون البزوان بتاعك بيه نجي لهنا الرفريشي تست هذيك تولي تست روا ايديت سي بون اون مارش دونك هكا كملنا الكرود ريد والرايت و ريد و بليتو الكرييت و ريد الابديت و ديليت دونك ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا متنساوش باش تعمل لايك و شير و سبسكرايب سيرتو سبسكرايب باش توصلكم نوتيفيكاسيون على كل فيديو نزيدو جديد ان شاء الله اللي نوعدكم بيه ان شاء الله ماكسيموم ان فيديو دون دو جور دونك ما تنساوش تعمل سبسكرايب ان شاء الله في الفيديو الجاي نوريكم لي جوانتور ريليشن شيبس بين تيبلز دونك استنوني اي باي باي.